بداية، كيف تابعت تلك الزيارة التي جرت في العاصمة التركية أنقرة؟ كسر الجمود ما بين أنظمة الدول العربية وما بين تركيا أصبح من الضرورة الملحة في توقيتات هذا العصر، لا سيما كثير من الملفات الطارئة والكبيرة التي تعصف بمنطقتنا ومنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي تركيا لها دور محوري مهم واستراتيجي، وأيضا هناك تحديات كثيرة تماما تلم بجميع هذه الدول، منها سياسية وأمنية واقتصادية، فضلا على أن هناك تغولا إيرانيا كبيرا. وبالتالي أصبح من المصلحة للجميع حقيقة الذهاب باتجاه طاولة الحوار وإنشاء هذه التحالفات والعمل على استكمال جميع الملفات من أجل تفعيل الجميع للوصول إلى منطقة آمنة مستقرة هدفها حقيقة هو إنهاء هذه الصراعات الموجودة على الأرض العربية تحديدا، وبالتالي تثمين ووقوف مع المحور التركي الذي كان إيجابيا في كل تفاصيله على الدول العربية. يعني شهدنا تصدع هذه العلاقات فيما مضى تصدعا كبيرا وخطيرا، لكنه بالمقابل لم نرى أن من الدولة التركية أنها فعلت أي من الملفات التي استهدفت هذه الدول التي أصبح الصراع كبيرا فيها، وربما الكثير كان يقول أن هذه الصراعات وصلت إلى كسر العظم وبالتالي لا رجوع عنها، وهي صراعات صفرية إلغائية، وربما ستكون هناك محاور كثيرة للدفع باتجاه إنهاء الدور التركي أو النيل من تركيا بمنطق المصالح والتحالفات التي تقوم عليها بعض الدول العربية ومنها الإمارات. لكن أدرك الجميع كل هذه التقديرات أن تركيا أخا وجارا طيبا، لأنها لم تستخدم أي من الملفات التي يمكن من شأنها أن تقوض اقتصاد أو أمن أو سياسة هذه الدول التي تشهد معها مناكفات، فكيف بالدول التي حقيقة والشعوب التي تكون لتركيا الاحترام؟ هذا حقيقة قاد إلى الكثير من قناعات مهمة على أن الحوار هو الأساس والتعاون هو الأساس.